أمام العراق يواجه المنتخب العماني الذي يحتل المركز الثاني وبرصيد 4 نقاط. لم تخسر عمان، تعادلت مع العراق في الافتتاح وفاز، لكن الحاضر يقول أن هناك فريق يشارك بكامل نجومه وفريق آخر هو حكم أحداث هذا اللقاء. نفس التوقيت العراق تلعب مع اليمن. أفكركم مع ضربة البداية أن منتخب السعودية لكي يتأهل خط الوسط، كرة السعودية الحلوة في أرض حلوة هنشوفها وهنستمتع بأداء جميل ما بين الفرقتين. اللاعب السعودي مهارته كويسة واللاعب العماني مهارته جميلة، فتخيل لما الاثنين يلعبوا بعض. السعودية مش بالفول تيم بتاعها طبعا، الصف الثاني، لكن في النهاية لاعبين كلهم نص الملعب. منتخب العماني على طول صغيرة قصيرة لأرشد علوي، أرشد يلعب ناحية الشمال للمنذر العلوي، لعب كويس وسريع ومهاري، يضغط المنتخب السعودي بقوة، تطلع برا إلى رمية التماس. أدي المنذر العلوي لاعب المنتخب العماني، جناح مهم جدا جدا الحقيقة، لعيب كويس أوي. فات أختير الأفضل، واحد من المواهب الجميلة للكرة العمانية. طويلة أمامية على طول، في ضغط حكم يقول يلعب، تغطية دفاعية وفي النهاية إلى ضربة المرمى. إلى ضربة المرمى بيطالب محمد مران لاعب نادي النصر، لعيب عنده 21 سنة بيلعب النهاردة في الخط الأمامي. خلينا برضو يعني ندعو بالشفاء لنجم سعودي كبير هو عمر الغمدي، أجرى جراحة خطيرة، بنتمنى له السلامة طبعا والشفاء العاجل. عمر الغمدي واحد من نجوم الكرة السعودية سواء مع الهلال أو مع المنتخب ومع أهله وأحبابه ومعانا هنا أيضا في الدوحة. نص ملعب على طول منتخب العماني، أرشد العلوي يلعب على طول ناحية الشمال ناحية اليمين، منتخب السعودي يبدأ تاني العمل الجماعي كما هي العادة، متعودين بيلعبوا جماعي، كرات قصيرة صغيرة، استلام بدوران بتغيير الاتجاه. منتخب العماني بالكامل، رد فعل الهجوم لسه مش سريع، بطيء شوية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، شوف شوف الكلام، شوف الكلام الجميل من سميحان النابت، ولد ولد ولد. استخلاص طاقم تحكيم صيني بقيادة مانينج، سقوط على الأرض لسميحان النابت. لسه بنتكلم على إمكانياته، لعيب كبير جدا ومهم جدا جدا، كان سجل في مرمى اليمن. سميحان لعيب عنده 26 سنة بيلعب في نادي التعاون، وتبديل مؤقت اضطراري غريب. حسين صبياني 21 سنة لاعب نادي الشباب، ويبدو أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المنتخب السعودي مبكرا. جاية بدري قوي قوي، إصابة الكرة اللي فاتت، هل كان في حاجة معينة ولما حصلت القرار كان جاهز؟ أدي زعلان جدا طبعا سعد الشهري. لي 5 تبديلات يعني، أدي سميحان، تبديل لقاسم محمد المدافع هو اللي هيخرج. قاسم الإصابة المبكرة اللي جات له الحقيقة عطلته عن إنه يقدر يكمل، فتم إعداد البديل والبديل هو حسين الصبياني، لكن سميحان النابت هيقوم إن شاء الله ويبقى كويس. سلامات، شكله مش هيقدر ولا. الجناح اللي أصبح رأس حربة كاد أن يسجل أول أهداف اللقاء. مدافع المنتخب العماني عددهم أكتر، لكن ما فيش رقابة أبدا أبدا أبدا. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد. استخلاص جميل اللعبة اللي فاتت بحركة بدوران جميل، لكن تضم من منذر العلوي، لعيب كويس، لاعب الخلدية البحريني. أدي الكرة اللي فاتت، مش هي دي أبداً اللي ممكن تكون عملت مشكلة، الأمور طبيعية خالص، لكن هي جزء من المشكلة، جزء من المشكلة، لكن ما كانش في، أو بيقول له خلاص هغير، بس هو عارف هو هيغير خلاص. يبقى تغييرين اضطرارية للعراق وللمة الخليجية الجميلة في خليج 15، وبرنامج المجلس يحظى بأعلى المشاهدات في التلفزيون العربي في كل المجالات خلال هذه الفترة التاريخية. خالد جاسم وفريق عمل
لقنوات الكأس على أعلى مستوى. سلامات اللعبة اللي فاتت، تركي العمار بيسيب مكانه. سعودية متوسط العمر 23 سنة و 230 يوم، وادي إنذار. منتخب عمان متوسط أعمارهم 28 سنة و 70 يوم متوسط الأعمار، لكن ده متوسط أعمار 23 لاعب. أدي تركي لعيب، لعيب بصراحة السنة دي مع نادي الشباب جايب خمس. حارب هو اللي خد الإنذار، حارب السعدي عنده أربع عيون عملها بوش وبطن وكعب رجله في نفس الوقت وشالها شيل. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد. تحرك جميل أحمد الكعبي داخل في العمق، تصويبة قد تكون، والله أجل، عمل بالعرض خطر جدا. لا 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 عملها العماني، عملها العماني وسجل أول أهداف اللقاء. الأحمر العماني يتقدم بعد عمل جماعي جميل بتكتيك ولا أروع وجماعية ولا أجمل، وتسجيل أول أهداف اللقاء ليزيد من مصاعب الآخر. الحلاوة العمانية تقدير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التوقيت الجميل، توقيت عظيم جدا جدا جدا. منذر العلوي كاد أن يخرج بسبب الإصابة ولكنه بقي واستمر ويسجل أول أهداف اللقاء. هو من سجل في مرمى السعودية في آخر مباراة في كأس الخليج هنا في قطر، وهو يسجل الآن في مرمى المنتخب السعودي هدف قد يطيح بالأخضر السعودي خارج البطولة. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. 1-0 المنذر العلوي اللاعب العماني الخطير سابخيرة، ولعب ست مباريات ولكن كحكم رابع. هو نفس الحكم اللي كان رابع في لقاء فوز العراق على السعودية في مباراة الموقعة الأمطار الغزيرة. هل كان في أوفسايد على المنذر العلوي ولا لا؟ هل في تشيك على كده ولا لا؟ هل الهدف صحيح ولا لا؟ حكم الفار في هذا اللقاء هو الصيني فو نينج. إذن هدف صحيح، إذن الهدف صحيح، وعمان تتقدم 1-0. يعرف يستلم، بيعرف يحضر لنفسه بسرعة أداء، هدفه عنده تارجت مهم هو المرمى. أدي الكرة اللي كان فيها شك أوفسايد اللي جاء منها الهدف، ولكن الفار أكد على أن منذر العلوي لم يكن متسلل، لكن لعيب خطير. 3 واليمن بدون رصيد من النقاط، ده حال المباراتين الآن في نفس التوقيت. والبصرة، البصرة الدنيا بصرة، الدنيا هي البصرة. كان يقول لك في مصر، يقول لك مصر أم الدنيا، وفي العراق يقول لك الدنيا بصرة، لعظمة البصرة وقيمة البصرة وتاريخ البصرة وحضارة البصرة وطيبة وكرم أهل البصرة. أدي الكرة العرضية تاني من جديد، لعبة خطر جدا. المنتخب السعودي يحاول، أبو التعادل التعادل التعادل، عملها تركي العمار. تركي العمار يعيد الأخضر السعودي للمباراة ويعيد حظوظ الأخضر السعودي للبطولة. 1-1 هو الخطير، هو الخطير تركي العمار لاعب. العراق فازت بكأس الخليج عندما أقيمت في العراق عام 79، الآن تتمنى الفوز باللقب. يبقى السؤال، هل خرجت برا الملعب ولا لا؟ هل كان في لمسة يد ولا لا؟ هل خرجت ولا لا؟ لا ما خرجتش، لا ما خرجتش، وإلا كان حارس مرمى العراق رفع إيده. حارس مرمى، أوهو، فيها شك، فيها شك، لكن يبقى السؤال، هل خرجت بكامل هيئتها، هيئتها ولا لا؟ 69 سنتي بالكامل، محيط الكرة وهيئتها، ليس فقط محيطها. ما اعتقدش انها خرجت بالكامل، لا اعتقد انها خرجت بكامل محيطها، خرجت بجزء منها ليس كلها، والفار موجود وهيعمل تشيك. ادي الخطير جدا جدا تركي العمار، مديله الحياة مدربه سعد الشهري، تحرك عرضي جميل، ودي أساسيات. لما الهجمة تكون من الشمال الجناح اليمين يروح ويضغط ويدخل في العمق، طبعا طبعا جميل. وأيضا هدف جميل جدا 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 لتركي مروان جناح المنتخب السعودي. ادي الكرة العرضية، فرصة تاني، هو برضو الولد، هو برضو الولد خطير تركي.
خطير تركي جدا جدا جدا. انطلاقه تاني من جديد، ضغط في نص الملعب، ياخدها تاني المنتخب السعودي وبسرعه كبيره. احمد بمسعود لعيبه كويسين قوي، نايف مسعود. الذكريات الجميله والفوز على الصين بشيع نفيسه والاسطوره ماجد عبد الله هناك في سنغافوره، وقدم الاخضر السعودي نفسه للقاره بعدما اصبح واحد من اهم عظماء هذه القاره وعلى مستوى الانديه. فنادي الهلال السعودي هو ضربه ركنيه، خلاص دقيقه واحده على نهايه او دقيقتين على نهايه الوقت بدل الضايع. بص يا جماعه، ده اللي في برنامج تكتيك تحدث عنه الدكتور محمد المشعان مدرب النصر الكويتي ومحلل قنوات الكاس في برنامج تكتيك مع فهد فخرو ومع يونس علي، اتكلم عن المودرن فوتبول في الكرات الثابته والوقوف امام حارس المرمى لمنع وجوده والاستفاده بالقانون بلمسات اليد. بص كلهم واقفين فين، خلاص هو ده الترند، هو ده الترند بتاع الضربات الثابته الركنيه، كل يقف عشان يمنع حارس المرمى. قلت لحضراتكم استعاده ذكريات عظماء بقيمه خليل الزياني والخراشي وناصر الجوهر، ولما لا ادي محاوله المرور في نص الملعب، تغيير اتجاه اللعب. يا سلام على الانتشار الجميل، كره بتوصل كويس قوي، تعمل اوفرلاب جميل، لكن حكم اللقاء بيقول اوفسايد. تسلل على سميحان النابت، جناح خطير، وتركي العمار جناح وراس حربه خطير، وفيها شك كبير فعلا انها اوفسايد. المساعد الاول زوفي، المساعد الثاني زهانج، والاثنين من الصين. الحكم الرابع هو الاماراتي عادل النقبي. بيحاول المنتخب السعودي لكن في فاول لصالح المنتخب العماني. مباراه حلوه، مباراه جميله، مباراة مفتوحة، شفنا فرص، شفنا هدفين، شفنا تصدي حراس المرمى وشفنا أداء جميل. صفرة نهاية أحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام، تقدم المنتخب العماني بهدف لنجمه المر لمنتخب عمان، ثم التعادل 1-1 لمنتخب السعودية. أن نص الملعب يلمس على طول سميحان للمنتخب السعودي، لكن البديل اللي نزل حسين الصبياني مقطوعة على طول، حاول المنتخب العماني لكن مقطوعة، تطلع على طول إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. تبديل دم، بيلعب هو والمنذر العلوي، موجود وراهم صلاح اليحيائي كصانع لعب ورأس مثلث للخلف. ضغط في نص الملعب، فاول لصالح السميحان. حكم اللقاء الصيني مانينج، حكم اللي ادار مباراة فوز قطر على الكويت 2-0، مع الحكم الرابع الاماراتي عادل النقبي، واثنين مساعدين اول وثاني من الصين زوفي وزهانج، الطاقم اللي كان ادار مباراة قطر والكويت. برانكو المدرب، رمي التماس لصالح احمد الخميسي، عنصر خبرة أحمد، 31 سنة. من تاني ضربة الرأس على طول المنتخب العماني، يوم يعني اقترب من 27 سنة، فيها مزيج من الخبرة. وادي الأمامية على طول، طالع بدري نواف العقيدي على طول، لو قلشت أو نزلت على الأرض غيرت اتجاهها تعمل مشكلة. تاني على طول المنتخب السعودي، المهارة الحلوة في الفريقين موجودة يا ولد لعيب. الميناء الأولمبي يحتضن اللقاء. حاول الثاني المنتخب العماني، المنتخب السعودي بيقطع الكره بسرعه وبينقلوا اللعب كمان لقدام بسرعه، رتمهم زاد. ادي برضه هو الخطير تركي يبحث اقصى اليسار على طول، تقدم لبمسعود هذه المره بالرجل الشمال، حاولت مرور قد تكون ولما لا، انطلاقه ثاني بشكل كويس لكن اتقفل عليه. يا ولد حسين الصبياني بعد نزوله كان بديل لقاسم محمد. حسين بيلعب برجله الشمال كويس الحقيقة، لكن تغطية دفاعية بالخبرة الحقيقة من أحمد الخميسي. نشأة أكرم بيقول لك إن هو وزنه أقل من أحمد الخميسي يعني، أو أقل سمنة منه، فاتقال إن هو عظمه عريض، في لعيبة تشعر إن هو وزنهم زايد. تري معمولة بشكل حلو ولكن على طول تمركز دفاعي جيد من الخميسي، استلام كويس. شوف اللعيبه جايين ورا بعض ازاي، المنتخب السعودي جا
جايين ورا بعض الحقيقة بشكل كويس قوي قوي قوي. وبالتالي يلعب مع تاني المجموعة التانية اللي فيها البحرين وقطر والكويت والإمارات، يلعبوا غدا إن شاء الله الكويت مع البحرين وقطر مع الإمارات. تاني المنتخب السعودي لازال مستمر، لكن في فاول من الحكم الصيني مانينج. مباراة أصبح فيها عمل تكتيكي كبير من المنتخب السعودي لكسر حاجز الدفاع العماني في نص الملعب. أدي الدخول القوي، فات 20 دقيقة من الشوط الثاني وبقي 25 دقيقة على نهاية المباراة، ولا زال تقدم العراق وعمان في صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور الثاني مستمر. الهدف اللي سجله الحقيقة تركي العمار كان جاء بسرعة ودخل المنتخب السعودي يستمر في جمال العراق وعظمة العراق وشعب العراق، أمر يدعو للفخر بهذه العروبة الجميلة. ادي تشيب جميل، شوف المهارة العمانية الحلو، شوف الثقة، لكن يبدو ان هناك تسلل في اللعبة الأخيرة. 70 دقيقة حتى الآن، 70 دقيقة، أوفسايد فعلا واضح جدا جدا. الكرة اللي فاتت الراية مرفوعة من المساعد الأول زوبي. ملعب يسع ل 30 ألف متفرج أنشئ خصيصاً لخليجي 25 الاستاد الأولمبي، ملعب المينا الأولمبي. في تبديل هيطور نفسه، بيشوط لوحة الإعلانات لأن الفرصة ضاعت، ممكن يعور نفسه. نزول زاهل الأغبري طبعاً من ضمن التبديلات اللي تم الدفع بيها. ثلاث أهداف فوز العراق واعتلاء الصدارة عن جدارة، ويبدو أن العراق ناوي على تكرار ما حدث في عام 79. في عام 79 عندما فازت العراق بالبطولة وكان الخروج الأول للفوز بالبطولة من الكويت. ألف سلامة لعيبة المنتخب السعودي، حاسين إن في تعمد لإضاعة الوقت من المنتخب العماني تحديدا من زاهر الأغبري. هذه محاولة المرور، ده من أحمد الخميسي، اعتبروها عادية مش محتاجة كل هذا السقوط، يعني اعتبروا ان هو بالغ في السقوط، وبالتالي تضييع الوقت وتهميد المباراة. المباراة بتهمد، يعني بيهمد اللاعبين. عوض الناشري من المنتخب السعودي أيضا ممن تم الدفع بيهم، 20 سنة عنده لاعب نادي الاتحاد. مباراة تحتاج لبعض الخبرات، للمباراة داخلة في منحنى صعب جدا جدا، خبرات تلعب دور، وخرج لعيب مهم قوي 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 هو سميحان. أيضا خالد البريكي بيستعد للنزول من المنتخب العماني، شوف ينزل مكان مين، نشوف. هيخرج اليحيائي، خرج صلاح اليحيائي وينزل خالد البريكي. يعني تقاعس في الخروج فخد انذار وبينزل بدلا منه خالد البريكي. الحقيقة بيخرج يعني أهم لعيبة في الفرقتين من حيث المهارة في هذا، أنه ناوي على حصد البطولة يبدو ذلك. والله منتخب العمان قبل البطولة ما تبدأ اتقال، منتخب عمان ومنتخب البحرين من المنتخبات اللي قادرة على الفوز باللقب. تاني على طول، لعبة خطرة جدا، إيده الشمال هياخد إنذار، خلي بالك دي ممكن تكون كارت أحمر، خلي بالك خلي بالك، اوعى التوتر والانفعال يا عوض يخلوك تعمل لعبه تاخد بيها كارت احمر، اوعى. اهو
عوض الناشري لاعب نادي الاتحاد الاتي 20 سنة عوض. بص اللعبة اللي جاية دي اهو، بص ايده الشمال ايده الشمال اهي. الفار ممكن ينده للحكم ويقول له تعال شوف، بص اللي هيروح بعد كده. شوف الكاميرا عمالة تلف وتجيب عشان تجيب الموقف اهو، راح بص ايده الشمال بقى. لا مش محتاجة قوي، لا هي اخرها الانذار، اخرها الانذار، لا تستحق اكتر من ذلك. لكن لعيبة منتخب عمان بيحاولوا ان هم يهمدوا اللعب، يبطئوا اللعب، ما يدوش. بدأ كباك شمال ودخل في العمق بعد الإصابة لقاسم محمد. هذه الكرة القطرية الجميلة، قطرية جميلة لكن أطول من اللازم، مش جميلة قوي، هي مش جميلة قوي الحقيقة. اثنين صفر فازت السعودية في خليج 11 في قطر. هنا كان فهد الغشان وخالد مسعد. خليج 9 في السعودية سنة 88 فازت السعودية 2-0 يوسف جزاع وفهد الهريفي. موسيقار كان سجل في ذلك الوقت أحد الهدفين على المنتخب العماني. هاني الضابط لما خد هداف، خدها 20، خدها سنة 2002 خليج 15 هناك في السعودية، وكانت بداية انطلاقة الكرة العمانية. تاني على طول تحضير، يا ترى مين اللي هيصوب؟ هيعملوها ولا ايه؟ عملوها، عملها العماني، عملها العماني وسجل الهدف الثاني. العماني ينتصر ويتقدم بالثلاثة، نعم أهل لنصف نهائي خليجي 25. الآن هو الحلم الأكبر. حارب جميل السعدي يتقدم نجم السويق العماني في إحراز الهدف الثاني على المنتخب السعودي. يقترب المنتخب العماني من التأهل، متفقين أن الفوز أو التعادل، مش عايزين انفعال، إياكم والانفعال، الأجواء جميلة، الأجواء جميلة، مش عايزين ننفعل، مش عايزين نتوتر. وبرضو لعيبة المنتخب العماني مش عايزين مبالغة في السقوط أكتر من اللازم. زعلان نواف العقيدي وكأنه بيقول له للدرجة دي يعني كان السقوط؟ كان في تلاحم بالإيد خفيف في الجنب في الوجه، لكن كان السقوط. أهو جاي بيقول له يعني مفيش حاجة حصلت تخليك تسقط في الأرض يا رجل، وكأنه بيقولها له بالشكل دون. فيصل الغندي، زاهر الأغبري، وإنذار لأحد لاعبي المنتخب السعودي يبدو ذلك ولا إيه؟ هنشوف. لكن زاهر الأغبري لاعب الخلدية البحريني هو اللي سقط على الودي. الحقيقة الموقف اللي تعرض ليه المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي في موقعة المطر، موقف الحقيقة استهلك كتير من طاقة لعبة المنتخب السعودي. حاول المدرب سعد الشهري أحمد الخميسي ينقل تاني المنتخب السعودي ناحية اليمين، يضطر يلعب الكرة العالية فوق. الأحمر السعودي أقوى وأعلى في الكرات المشتركة، يضغط الأخضر السعودي، لم يتراجع أحد، الكل بيبذل أقصى جهد، حكم يعمل التحت فرصة، ده كلام محترم. أدي الانطلاقة وأدي الاختراقة الجميلة، نعم هو من تاني يتقدم زاهر الأغبري، وفاول لصالح الأحمر العماني. برافو زاهر، برافو يا ولد، بيلعب في الخلدية البحريني. سبع نقاط، سبع نقاط للدور السعودي، لكن كان في انتصار 3-1 من قبل، وادي المرة دي 2-1، إذن الانتصار الثاني للمنتخب العماني على المنتخب السعودي. أحمد الخميسي، برافو يا أبو حميد، برافو يا أبو حميد، بطل، بطل يا ولد، بطل يا ولد، وحش يا ولد. والمنتخب السعودي يقاتل للنهاية، لم يستسلم الأخضر السعودي، كل لاعب بذل أقصى ما يمكن أن يبذله من جهد، ودي قيمة التعامل بروح قميص المنتخب، قميص الوطن. السعودية بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في كأس العالم خسرت من بولندا ثم المكسيك، 75 على العالم تنتصر على السعودية، 49 على العالم. عمان التاسع على آسيا،
تنتصر على السعودية الخامس على آسيا في التصنيف 2-1 حتى الآن. زياد بيحاول، محمد مران عمل ماتش كويس والله هو وتركي العمار، لكن فاول لصالح المنتخب السعودي. يبدو أنه آخر فرصة، يبدو أنها آخر فرصة للمنتخب السعودي لإحراز هدف. بإيده اليمين تعامل بقسوة الحقيقة، الكرة المشتركة اللي فاتت خالد البريكي. خطر يا خالد الحاجات دي يا خالد، خصوصا في وجود الفار مش موجود الكلام ده. دي لعبة ممكن تجيب كارت أحمر يا ولد، دي ممكن الفار يقول له تعالى في كارت أحمر. مصعب من حوالي 24-25 ياردة، مصعب الجوير، اللعبة الأخيرة. حارس يا كبير، يا حارس يا كبير، علي الحبس، علي الحبس عاد إليكم من جديد، علي الحبس عاد إليكم من جديد، سمكة القرش العمانية علي الحبس تظهر من جديد، ويتصدى إبراهيم المخيني لتاني أو ثالث مرة ببراعة في مواجهة هجمات الأخضر السعودي. ضربة ركنية خلاص في الدقيقة 8 بالوقت بدل الضايع. الحكم بيسيطر على المباراة حتى اللحظات الأخيرة، مش عايز أي مشاكل. زياد الصحفي لاعب نادي التعاون، نلعب في الدقيقة رقم 8 من عمر الوقت بدل الضائع، وعمان تتقدم على السعودية 2-1. عمان تتأهل إلى الدور نصف النهائي، صافرة النهاية، نعم إنها صافرة النهاية. مبروك 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 للأحمر العماني، هارد لك للأخضر السعودي. تقدمت عمان بهدف عن طريق المنذر العلوي، لينجح بعد ذلك المنتخب السعودي في التعادل من خلال نجمه تركي العمار، إلا أن حارب السعدي كان له رأي آخر وسجل أجمل أهداف البطولة لتتأهل عمان كتاني للمجموعة الأولى بعد المنتخب العراقي الذي فاز بالخمسة على المنتخب اليمني. إذن المنتخب العراقي في الصدارة، الأحمر العماني في المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي، بينما يخرج المنتخب السعودي والمنتخب اليمني من البطولة. مبروك للأحمر العماني وهارد لك للأخضر السعودي. مشاهدينا الكرام، هنا من استاد وملعب الميناء الأولمبي بالبصرة، أحد أجمل المدن في منطقة الخليج بل في الوطن العربي كله، مع الشعب العراقي البطولة لها طعم ولون آخر. مبروك لعمان، هارد لك للمنتخب السعودي.